السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد في قناتي. انا جهناز خان. طبعا لو لسه ما اشتركتوا بليز اشتركوا. طبعا اليوم صورت لكم جهه غزه، مقبره المعلة، وناس كثير طلبوا مني سوق الجعفريه في غزه او في جهه المعابده. صورت لكم. طبعا السوق سكر كله تقريبا من ايام كورونا، ومن يوم الحجاج راحوا ما عاد موجود السوق. فصورت لكم مقبره المعلة، قبر السيدة خديجة رضي الله عنها. راح أوريكم فين يقع. طبعا في ناس كثير ما يعرفوا مكانه وما يدروا عنه. صورت مسجد الجن جهة غزة، صورت الفنادق اللي قريبة منه، فخلكم معي. طبعا هذا شارع المعابدة، وهنا سوق الجعفرية. في ناس كثير طلبوا مني أصور سوق الجعفرية. طبعا السوق المجمع اللي كان موجود مسكر، الحين راح اوريكم اياه. المحلات مسكره زي ما انتم شايفين، الا محلين ثلاثه كلها اللي موجوده. فهنا المعابده طبعا، فراح اروح على قدام ان شاء الله واوريكم مقبره المعلم. خليكم معي في الفيديو. هذه المحلات مسكره طبعا. هنا فندق سلسبيل حمودة. طبعا المحلات كانت شغالة على الحجاج، كان الحجاج موجودين طول السنة بما انه المنطقة قريبة من الحرم. فمن يوم ما قفلت العمرة زي ما انتم شايفين المحلات سكروا من يوم كورونا، واغلبهم سكروا بشكل نهائي. هذا محل شغال تبع تمور، وهنا سوق الجعفرية زي ما انتم شايفين مسكر مثل ما حكيتكم. طبعا السوق مجمع على جوا، في كان في محلات مرة كثيرة، واغلبها كانت محلات خردوات وسبح وشغلات زي كذا. لكن من قبل كورونا تقريبا من سنتين السوق مسكر زي ما انتم شايفين. فناس كثيرة طلبوا مني أصور سوق الجعفرية. وطبعا السوق يضم المحلات اللي هنا كلها تقريبا، اللي على الشارع هذا لين المقبرة تقريبا. فزي ما انتم شايفين مسكرة كلها خلاص، يعني ما لهم زباين، يعني الزباين حقونهم كانوا حجاج، فما عاد في حجاج. حتى من يوم ما فتحت العمرة الحجاج عددهم شيء بسيط، أغلبهم في الفنادق اللي حول الحرم اللي مرة قريبة من الحرم. فأغلبهم ساكنين هناك في الجهة هذيك. تقريبا المنطقة هذه تعتبر يعني شوية مسافة عن الحرم، فما في حجة وبس. يعني هذه صرافة شغالة. طب لين آخر محل هناك عند الشجرة، بعدها في مقبرة المعلة، وهنا مدخل ثاني لسوق الجعفرية برضو مسكر. هذه محلات الذهب سكرة، كله سكر. سكت المعابدة أو بداية المعابدة ونهاية غزة تقريبا يعني. فطبعا في منطقة يعني تعتبر حديقة أو استراحة. Thank you.
نايس صراحة، حبيتها لين الأخير هناك. طبعا هذا المدخل منعونا من الدخول، قالوا ممنوع الحريم يعني، فراح هنا المقابر، مقبرة المعلة، جهة المعابدة في غزة، جهة المعابدة. طبعا أيام ما كانت العمرة مفتوحة كان الحجاج موجودين، دائما يكون زحمة حول المقبرة، جهة المقبرة، الحجاج دائما يجوا يزوروا قبر خديجة رضي الله عنها. فزي ما انتم شايفين المكان فاضي، ما في أحد، من يعرف في الجهة الثانية في حجاج ما في حجاج، لكن هنا ما في. طبعا قبور المعلة مقسم لقسمين، قسم جهة المعابدة والقسم الثاني جهة غزة. فهنا قسم جهة المعابدة طبعا، وفي القسم هذا موجود قبر السيدة خديجة. راح أروح فوق، ما بعرف إذا يمديني أصور القبر، أقدر أشوفه ولا لا، فخليكم معي. طبعا الدعاء تبع زيارة القبور زي ما نعرفه أو زي ما تعرفوا كلكم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. طبعا بعد كذا اللي جاي يزور القبور يدعي ويقرأ سورة ياسين. أنا قريت كتاب كان مكتوب إنه يستحب إنه يقرأ سورة ياسين ويعطي ثواب سورة ياسين لكل الميتين. فطبعا كل الميتين يوصل لهم ويعرفوا إنه هذا الشخص جاء وقرأ وأعطانا الثواب. فطبعا الأموات يستأنسوا لما يزورهم الأحياء، يزوروهم وزي كذا. هنا جهة قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، في نفس هالجهة قبر أبوي الله يرحمه. فراح أقرأ سورة ياسين بنية أبوي وبنية كل الميتين الموجودين في القبور اللي هنا. طبعا احنا حاولنا ندخل لكن قالوا لنا ممنوع الحريم. فهنا عند الشجرة يقولوا قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، هنا عند الشجرة اللي شايفينها. فطبعا السيدة خديجة هي أول زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أول من آمنت به، وهي اللي نصرته ووقفت معه في بداية رسالته، يعني أيام ما كذبوا كل الناس هي الوحيدة اللي وقفت معه وساعدته. فهنا قبرها المعروف في مقبرة المعلة. هذا الديكور الموجود في الكوبري أو على الكوبري، حروف عربية مرة حلو صراحة. موجود على الكوبري من الجوانب ومن تحت، مرة حلو الطريقة هذه. طبعا هنا النصف الثاني من القبور، بينهم الكبري هذا صورت. المهم كنت أصور في الشارع، وسط الشارع ما انتبهت السيارة. فهنا القسم الثاني للقبور، طبعا عالي ما أقدر أصور. وهنا جهة غزة، هنا راح يجي غزة. تمام، ويكون الطريق على طول على الحرم. شايفين ساعة مكة، هذه ساعة مكة اللي قدامنا. طبعا الجو مرة مغبر، وفجأة جاء هواء مرة قوي، شايفين كيف غبار، كله غبار، فالهواء الجو كله غبار، في هواء مرة قوي. هذه فنادق
جهة غزة. هنا مسجد الجن، هذا مسجد الجن في غزة اللي طلبوا مني أصوره. طبعا يقولوا إنه هنا المكان، مكان المسجد، المكان اللي اجتمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع نفر من الجن، أو اجتمع به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجن وقرأ عليهم، ويقولوا إنه هنا نزلت سورة الجن، فاجتمع بالجن وقرأ عليهم قلوا حي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخر سورة الجن. فكانوا في الحديث يعني مذكور إنه الجن كانوا مجتمعين حول الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا جالسين فوق بعض يتزاحموا على أساس يسمعوا القرآن. وكمان قالوا إنه هذا المكان اللي بايع فيها الجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب تسمية المسجد بهذا الاسم. طبعا هنا زمان على جوا كان في أسواق مرة كثيرة، طبعا كلها هدوها. هذا المسجد طبعا في الجهة هذه إلى الحرم كان في أسواق مرة كثيرة، طبعا كلها راحت، كان بقي المحلات هذه الكم محل. طبعا الكم محل هذول كانوا شغالين الحجاج، نفس موضوع سوق الجعفرية، سكروا من يوم كورونا، سكروا خلاص ما عادوا موجودين، قفلوا نقلوا كمان يعني. فحتى الفنادق اللي هنا زي الفندق هذا الموجود هنا زي ما انتم شايفينه، فندق درة السليمانية أتوقع مسكر.